النهارده وزيره الصحه الدكتوره هاله زايد واستقبلت مدير منظمه الصحه العالميه دكتور تادروس ادهانوم بمطار القاهره الدولي، وده طبعا اثناء زيارته الاولى لمصر بعد تولي المنصب، واللي هذه الزياره بتستمر لمده يومين. السيد ادهانوم اشاد باللي حققته مصر من انجاز في مبادرات الصحه العامه خلال العام الماضي، واوضح ان مبادره 100 مليون صحه هي اكبر مبادره بتنفذها دوله في العالم بمفردها على عده امراض ابرزها فيروس سي، وانه هذه المبادرات لم تحقق النجاح على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى العالم اجمع. كمان السيد ادهانوم اشاد بمبادره رئيس الجمهوريه لدعم صحه المراه، وقدم الشكر لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود الحكومه المصريه لاطلاق هذه المبادرات واللي لاقت صدى ونجاح عالمي بعد متابعتها على ارض الواقع. كمان اكد انه منظمه الصحه العالميه هي شريك دائم لوزاره الصحه المصريه، وكمان اتكلم عن حماسه واعتزازه بتقديم الدعم لكل تلك المبادرات. طيب هو ايضا اعرب واتكلم عن بحث ومناقشه تفاصيل مبادره 100 مليون صحه على وجه التحديد مع مصر، والتقدم اللي ابرزته هذه المبادره واللي يمكن تعلموا منها مش بس على المستوى المحلي ولكن أيضا على المستوى العالمي، وده من خلال أن تقوم مصر بتقديم خبرتها في تلك التجربة لباقي دول العالم اللي بتعاني من نفس المشكلات. وأعتقد أن ده في حد ذاته بيعد دليل على نجاح هذه المبادرات وقدرتها على تغيير حياة كثير جدا من المواطنين.